يا كاتب الشعر بالإلهام والقلم، لا تكتبن سوى السامي من الكلم. الشعر ما كان إلا الحرف منتصرا للحب والأرض والإنسان والقيم. لقاء متجدد يجمعنا بكم مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيوت الشعر، هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على أنشطة بيوت الشعر في الوطن العربي. ونتابع في هذه الحلقة انطلاق فعاليات ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر العربي. فعاليات الملتقى تتواصل بتنظيم جلستين نقديتين وقراءات شعرية. اختتام فعاليات ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر العربي. في الخرطوم منتدى الثلاثاء بين الشعر والنقد والتقويم. نبدأ من مصر، حيث افتتح بيت الشعر بالأقصر الملتقى الأول لنقد الشعر العربي الذي جاء بعنوان مظاهر التجديد في القصيدة العربية لشباب شعراء بيت الشعر بالأقصر. ويعنى الملتقى الذي أقيم على مدى 3 أيام يعنى بدعم التجارب الشعرية الشابة ورصد مظاهر التطور في القصيدة العربية لديهم وتحفيز المزيد من التجارب الشعرية للظهور والإبداع. هي الأقصر قبلة السائحين، يتوفدون إليها من كل أنحاء العالم، ينتقلون في رحابها بين أكثر من 800 مزار أثري إضافة إلى مزار ثقافي، أصبح في وقت قصير منارة الثقافة في سماء مصر وقبلة الشعراء والمبدعين. إنه بيت الشعر بالأقصر الذي يزداد دوره الثقافي من يوم لآخر، هذا ما تؤكده المهرجانات والملتقيات التي ينظمها البيت باستمرار، ومنها ملتقى الأقصر لنقد الشعر العربي في دورته الأولى الذي جاء تحت عنوان مظاهر التجديد في القصيدة العربية، وحضره عدد كبير من النقاد والشعراء والمثقفين. بدأت الفعاليات بترحيب الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر بالحضور، مشيرا إلى أن الملتقى يضم كوكبة من النقاد المبدعين لم يشهد أي ملتقى نقدي تجمعهم من قبل، بينما أثنى الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر على تنظيم البيت لهذا الملتقى، مقدما الشكر لصاحب السمو وحاكم الشارقة على رعايته لبيوت الشعر في الوطن العربي ودعم الواقع الثقافي في الأقصر ومصر بأكملها. استطاع بيت الشعر أن يحتل مكانة مرموقة ثقافية على المستوى المصري والصعيد والعربي. يمكن أنا حضرنا اللقاء السابق في قصر الثقافة بمؤتمر عالمي أبدع فيه كثير من الشعراء الشبان اللي بيبشروا بمستقبل زاخر للغة العربية واستمرار صدارتها وصدارة شعراء المصريين في الجانب الشعري. بعدها بدأت الجلسة النقدية الأولى التي ترأسها الدكتور محمود النوبي، وحاضر فيها الدكتور محمد أبو الفضل بدران والدكتور عادل درغام، حيث أشار الدكتور النوبي إلى ما يعانيه النقد من انفصال عن المنتج الأدبي وانغلاق الدرس النقدي الأكاديمي على نفسه، في حين تعرض الدكتور أبو الفضل بدران في ورقته البحثية لرمزية عناوين المجموعات الشعرية وتوقف أمام مجموعة من النصوص لبعض الشعراء مشيدا بجودتها. أما الدكتور عادل درغام فقد تعرض في ورقته البحثية لعدة إشكاليات تواجهها قصيدة الشعر العمودية والتي يكتبها الشعراء الشباب. نحن في هذه الجلسة الأولى نحتفي بـ20 شاعرا من الشعراء الذين اكتشفهم بيت الشعر ورعاهم ودعمهم ونشر دواوينهم الأولى، ولذلك هذا هو الدور المنشود لبيت الشعر، أولا في اكتشاف الموهبة الشعرية ثم تقديم هذه الموهبة للجمهور وللناس.
واضح أن هناك توجه لإحياء النقد الأدبي أو لحل أزمة النقد الأدبي، لأن النقد الأدبي حقيقة هو في أزمة في هذه المرحلة. نتمنى أن يكون بيت الشعر هو بداية لحل تلك الأزمة، بأن يكون النقد الأدبي متواكبا مع الإبداع، أن يكون النقد الأدبي موازيا للإبداع أو سائرا خلف الإبداع، لأنه النقد الأدبي في الوقت الحالي هو مجرد نقد أكاديمي ومجرد يعني دراسات أكاديمية في الجامعات، لكن نريد نقد أدبي تفاعلي يتفاعل مع المبدع، يتفاعل مع الروائي، يتفاعل مع الشاعر. هذا هو النقد الأدبي الذي نتمناه، والذي نتمنى أن يحييه بيت الشعر بالدمج بين الشعر وبين النقد. تحدثت عن إشكالية أو إشكاليات القصيدة العمودية وكيف تتغلب على هذه الإشكاليات من خلال الانطلاق من آليات جمالية مرتبطة بالأنواع الأدبية التي نشأت متعاظمة على هذا النسق الإبداعي. فلكي تعيش هذه القصيدة يجب أن يعني تحتاج إلى جماليات مغيرة ومختلفة، ورؤية أيضا مغيرة ومختلفة. عقب الندوة النقدية بدأت أولى أمسيات الملتقى، وشد فيها شاعران من الشعراء الشباب هما محمد المسلمي ومحمود الكرشابي، حيث قدم نصوصا متنوعة أمام الجمهور. شارك بديوان السباق وبزيها الرسمي، ده تم نشره من قبل دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة. تم دعوتي عشان قرأت النهاردة نصوص قلق ونصوص ونص في ليل ما وفي ليل آخر والآن، دي النصوص اللي قريتها النهاردة. وتم مناقشة الديوان من قبل الأساتذة والنقاد. يعني ساهمت في الملتقى عبر ديواني قصة نصوص الجبانة. الديوان تمام طبع في 2021 وتكفل بطبعته بيت الشعر بالأقصر. النهاردة تمام شاركت بقصتين جداد. وفي ختام فعالية أول أيام الملتقى كان الموعد مع فقرة فنية لفرقة الأقصر للفنون، قدمت فيها باقة من اللوحات التراثية التي تفاعل معها جمهور البيت. وفي ثاني أيامه تواصلت فعاليات ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر العربي بتنظيم جلستين نقديتين إضافة إلى قراءات شعرية صباحية ومسائية، وحظيت الفعاليات بتفاعل كبير من قبل الشعراء والنقاد والجمهور. بالشعر والنقد يكتمل المشهد في بيت الشعر بالأقصر، وداخل أروقته تواصلت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الأقصر لنقد الشعر العربي بجلسة نقدية ترأسها الشاعر والناقد الدكتور النوبي عبد الراضي، وحاضر فيها كل من الدكتور الشاعر والناقد الضوي محمد الضوي والدكتور محمد زيدان. تناول الدكتور الضوي تاريخ مصطلح ديوان والفارق بينه وبين مصطلح المجموعة الشعرية، والذي ظهر مفهومه في منتصف القرن التاسع عشر، في حين تناول الدكتور محمد زيدان قضايا التمسك النصي في نصوص الشعراء الشباب وطرق التصوير الشعرية. تكلمت اليوم عن تقنية طباعية توفرت لي الدواوين الشعرية في العصر الحديث، تتعلق بترتيب القصائد داخل الديوان، جمعها بعضها إلى بعض وترتيبها، وأن هذا يتم وفقا لاستراتيجية يضعها الشاعر. بعضهم يتوافق مع سردية خارج النص، بعضهم يصنع سردياته الخاصة، بعضهم يجمع القصائد بعضها إلى بعض وفقا لتقنية فنية معينة. هذه الجلسة وما سبقها وما يليها من المهمة بمكان، لأنها تدل على مهمة بيت الشعر، والتي ألخصها في كلمتين: الاكتشاف والمتابعة. اكتشاف هذه المواهب وهذه الطاقات الشعرية الجديدة، ومتابعة هذه الطاقات الإبداعية بالعملية النقدية، بمعنى أن هناك جانب إبداعي وهناك جانب نقدي وجانب تنظيري لهذه الظاهرة الإبداعية التي أراها أملاً للشعر العربي. هي الفكرة من الأصل تعتمد على اختيار عدد من الشعراء الذين أصدروا أعمالاً من خلال مؤسسة بيت الشعر، ثم الوقوف على أهم التغيرات والتجديدات من الناحية الجمالية ومن الناحية الشكلية ومن الناحية المعنوية لهذه الأعمال. هل يا ترى كما تم الحديث أن بيت الشعر كان محقا في أنه يتناول هذه الأعمال بالنشر والدرس
أم أن الأعمال دون المستوى أم أنها تتجاوز؟ والحقيقة أن كل الاختيارات التي قدمها بيت الشعر للشعراء على مستوى عالي من الطاقة الشعرية. وعقب انتهاء الجلسة النقدية قدم الشاعر والناقد الدكتور النوبي عبد الراضي أسبوحة شعرية شارك فيها 3 شعراء، بدأها الشاعران أحمد حافظ وأحمد جمال مدني. أطل من عزلة شخصية ومضى محدقا في وجوه العالم الخارب لأستعيد زمانا في ملامحه كأنني أتمشى داخل الحقب. عيونه باتساع الأرض نظرتها، وصمته مثل صمت النار في الحطب، ورأسه بزغت أقمار شيبته لكن أحلامه الخضراء لم تشيب. هنا أرى جسد الإنسان سيرته، هنا أرى جسد الإنسان سيرته مؤرخا لعذاب منذ كان صبي. رأيته في زحام الأرض محتشدا بنفسه ينسب النايات للقصب، ويدخل الكون مزهوا بصورته مناديا يا أقاصي فكرة الطريق. بدأت حكايتنا التي لا تنتهي عن حبنا السهران فوق حصيرها، عن نور أعيننا الذي لم ينطفئ في ليلها الداجي بصوت نذيرها، عن لحمنا المسروق من أجسامنا ودم يسيل على أكف كبيرها. أحكي عن الأرض التي لم تنتبه لحذاء عسكرها بصدر صغيرها، لربابة تبكي بركن هادئ تبكي ويؤنسها بكاء عصفورها. دكتور الضوء يعني تحدث وانتقل بين قصائد الديوان وتكلم عن السردية الخاصة التي أنشأتها في ديواني والقصائد المتتالية التي كان فيها بعض التوتر الذي يعبر عن توتر الإنسان داخل الحياة. وقدم الشاعر محمد المتيم مجموعة من قصائده مثنيا على تبني بيت الشعر بالأقصر لموهبته الشعرية وإصدار دائرة الثقافة في الشارقة لديوانه الأول. الملتقى يعني فكرة طيبة ورائعة، ويعني أتمنى لو تستمر بشكل دوري في بيت الشعر، يتبناها بشكل دائم، وأتمنى لو تتمدد هذه الفكرة إلى خارج جدران بيت الشعر فتتبناها مؤسسات أخرى وجهات إبداعية أخرى، لأن الشعراء الشباب تجاربهم تحتاج إلى تسليط الضوء بأكبر قدر نقديا، سيما وأن يعني الكاميرا النقد أو إضاءات النقد أو مرايا النقد لا تسقط أو لا تنكب أو لا يقف أمامها إلا التجارب التي تم التكريس لها عبر عقود. وفي الفترة المسائية كان الجمهور على موعد مع الجلسة النقدية 3 والتي ترأستها الدكتورة ليلى يوسف، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبد الله حسين والدكتورة هدى عطية. الورقة البحثية للدكتور محمد عبد الله حسين جاءت بعنوان ملامح التجديد في الشعر العربي، قراءة نقدية في 3 مجموعات شعرية. أما الدكتورة هدى عطية فقدمت ورقة بحثية بعنوان الأساليب الشعرية الراهنة، رصدت فيها تلك الأساليب وتنوعها في مجموعات عدد من الشعراء. هذا الملتقى يعني شيء رائع جدا، لأنه يقف في منطقة مهمة جدا لتقييم ما أنتج في بيت الشعر بالأقصر من دواوين شعرية، فيقدم كثير من الشعراء ويقيمهم بتجربة نقدية أو يخضعهم إلى مقاييس النقد حتى نعرف إلى أين وصلنا وإلى أين أو طموحنا فيما سوف نصل في قادم الأيام. الأدب إبداع والقصيدة إبداع، والإبداع كل يوم فيه جديد، وإلا لا يسمى، وإلا يعني لم يسمى إبداع ولم يكن جديرا بهذا الاسم. فالشعراء يتبارون في إبداعاتهم وقصائدهم ودواوينهم، والخطاب النقدي يتبارى معهم في هذا السباق الجيد الذي يعني كله يصب في صالح اللغة العربية وقطاقات التعبير فيها. دائما أقسم الشعرية العربية حينما نتحدث عن عمودي ثم تفعيلة ثم قصيدة نثر، هذا التقسيم تقسيم
يحتفي بالتعبير على حساب التوصيل. أنا أقترح فكرة أن يكون التوصيل والتعبير متضامنان، ولهذا أقترح تصوراً أيضاً هذا التصور امتداد لما قدمه الدكتور صلاح فضل في كتابه، يتضامن في الإذنان ويقوم على وضع سلم للقيم التعبيرية الموجودة في النص الشعري. هذا السلم يتضمن مستوى الإيقاعية ومستوى النحوية ومستوى التشتت الذي قد يتعرض له القارئ، ومستوى كثافة الظاهرة في حد ذاتها، ثم مستوى التجريد الذي يكون علاقة في الدلالة بين القارئ وبين مؤلف هذا النص. وبانتهاء الجلسة النقدية بدأت الأمسية الشعرية الثالثة التي أحياها كل من الشعراء محمد الحناطي، محمد ملوك، ومحمد أبو العزايم بباقة من أجمل قصائدهم. أفكر في ضحكة من وراء الستار، أكانت مبارزة والنوارس تستبق الموج في خفة ثم تغمس من قارها وخزة وخزة فيخر لها البحر يسلم آخر أنفاسه للصخور ويزرف دمعته التائبة. هل تكون مناظرة بين ورد الربيع إذا تحمل الريح دمعاته وشفاه الشتاء إذا أسلمت بخرها للنوافذ، أم بين شال الحبيبة والطائرات على البحر؟ من يثبت الآن خفته الواثبة؟ هو حدث يعني استثنائي في حياة كل شاعر صدور ديوان له، وأن تكون هناك جهة راعية للثقافة وراعية للإبداع فتكون هي صانعة اللحظة وهي شريكة في صدور هذا الديوان، وهو يعني أنها أن يكون الشاعر مدين لها بالشكر، ويكون الشاعر أيضا مدين لها بالامتنان الشديد لهذه الرعاية وهذا الاحتفاء. ليت ارتكبت جنوني حين أمكنني، ليت ارتكبت جنوني حين أمكنني، وليتني لم أبال القال والقيل. مليون أسطورة ألقت بمن كتبوا إلى الرواة الأولى ظلوا مجاهيلا، فطاردوا وحش فوضاها بحكمتها وهيأوا للخسارات المناديل. هذا الديوان على مسافة نجمة في قرابة 50 قصيدة اتفقت جميعا في غالبها على كونها قصائد قصيرة ومضة سريعة تهتم باللغة اليومية القريبة من دون إخلال بفصاحتها، لكن بلغة قريبة إلى المتلقي العادي ولغة قريبة من الشارع، وبها قضايا كبرى لكن بلغة يعني محببة. ديواني عند احمرار المواقيت تم اختياره في مسابقة النشر لعام 2022، والحقيقة انا كنت يعني شعرت بسعادة غامرة لنشر ديواني كفائز في مسابقة النشر السنة دي، لانه طبعا احنا عارفين قيمة انك تنشر تبع بيت الشعر ودائرة الثقافة، ده بيعلي أسهمك كتير جدا وبيضيف لإسمك الكتير والكتير، وخصوصا إذا كان ده إصدار أول ليه. عقب ذلك استمع الجمهور إلى عرض فني لعدد من الأغاني الشعبية على إيقاع آلة الربابة وغيرها من الآلات الموسيقية، عرض شهد تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور والنقاد والشعراء. هذا وأسدل الستار على ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر العربي بفعاليات تنوعت ما بين قراءات شعرية صباحية ومسائية وجلسات نقدية، إضافة إلى حوار مفتوح حمل عنوان القصيدة العربية المعاصرة الغاية والمستقبل. على طريق الكباش الأثري كان هذا المشهد، تجمع لافت لشعراء ونقاد ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر العربي في ختام فعالياته، والتقى جمهور البيت في الفعاليات الصباحية بالناقد الدكتور أحمد عفيفي والشاعر والناقد الدكتور عيدي علي جمعة ضمن الجلسة النقدية الرابعة والتي أدارها الشاعر والناقد الدكتور الضوي محمد الضوي. حملت الورقة البحثية التي قدمها الناقد الدكتور أحمد عفيفي عنوان 3 دواوين في ضوء الفلسفة الجديدة للإيقاع الشعري
في حين قدم الشاعر والناقد الدكتور عيدي علي جمعة ورقة بحثية بعنوان شعر السرد والاستعارة وشعر المشهد. الشعراء الثلاثة تميزوا بأنهم استخدموا إيقاعا شعريا يماثل المعنى ويماثل البناء الشعري الجيد. والإيقاع الذي أقصده هو ليس الوزن والقافية فقط، ولكن الإيقاع العام للقصيدة. بيت الشعر هذا لا يتفاعل مع منطقة الأقصر فقط، ولا منطقة جنوب الصعيد فقط، ولا الصعيد فقط، وإنما يتفاعل مع الإبداع الشعري على مدار جمهورية مصر العربية من أقصاها إلى أقصاها. فده حركة عارمة للإبداع الشعري في اللحظة الراهنة، مع فكر نقدي مواكب له دائما ما يكون هذا الاحتكاك يخرج بنتائج في غاية الأهمية. بعدها كان الحضور على موعد مع الأسبوحة الشعرية التي شد فيها الشعراء محمد منصور الكلحي ومحمود علي بمجموعة من القصائد. أقول مسامحة أمنا، لقد غربتنا ولجت لجاجا، تجد لنا كل يوم هموما، نجد لها كل يوم علاجا، أشيري علي إذن كيف أصنع إن منعتني حاجا فحاجا، ويا بحر ماذا ترى إن تشب يداها لنا بقراح أجاجا، ويا أيها الطود نصحا لنا، ويا أيها الطود نصحا لنا، وأنت الذي ما عرفت ارتجاجا، فإن الصوادم يلفيننا جلاميد حينا وحينا زجاجا. جمع الشعراء في ملتقى زي ملتقى الأقصر ده، واختيار مجموعة من نخبة النقاد، وعمل دراسات وبحوث حوالين أشعار الشعراء الشباب، ده شيء عظيم جدا وشيء كان مفتقد فعلا يعني. الملتقى هو مساحة كبيرة لأن النقد يكون موجه لهذه التجارب الأولى لتوجيهها وإبداء الآراء فيها بشكل نقدي وبشكل علمي، يسمح لنا أن احنا بعد كده نكون أوعى بالمحتوى اللي ممكن يقدم من خلال الشعر. كذلك الملاحظات جاءت كلها في بنية النصوص اللي دايما الشباب أحيانا ممكن يكون بيتغافلوا عن الأجزاء الأهم فيها انسياقا وراء اللغة وانسياقا وراء المجازات، ولكن النقاد كان دورهم واعي جدا في توجيه النصوص نحو التجديد الحقيقي اللي طرحه عنوان الملتقى. وفي الفترة المسائية كان الحضور على موعد مع الجلسة النقدية الخامسة، وفيها قدم الدكتور محمود الضبع ورقته البحثية التي حملت عنوان الرؤية والتجريب الشعرية، دراسة لجيل مصري معاصر. هناك تباين في التجربة، هناك تباين شديد، البعض تمكن من شعرياته وتمكن من القدرة على بناء القصيدة في سياق ما يمكن أن ينافس عالميا، والبعض الآخر تهيمن عليه الإيقاعية الرنانة التي لا تقول شعرا بقدر ما تحدث تطريبا للمتلقين والمستمعين. عقب الجلسة النقدية اجتمع النقاد والشعراء وجمهور بيت الشعر حول مائدة مستديرة حملت عنوان القصيدة العربية المعاصرة، الغاية والمستقبل، ودار حوار مفتوح بين الجميع حول الرؤى والأطروحات التي تم طرحها في الملتقى، كما طالب الجمهور بصدور ما استمع إليه من أطروحات نقدية في كتاب، في حين أشار حسين القباحي مدير البيت إلى أن الأمر جار لإعداد الكتاب وإصداره. تمت خلال هذه الأيام الثلاثة مناقشة هذه الدواوين وتقديم الرؤى والإضاءات التي تتيح لهؤلاء الشعراء الاستفادة من ما رآه النقاد المتخصصون من مواطن للجمال والإبداع وخصائص تميز هذا الإبداع لهذا الجيل الجديد، ومما يعد ارتقاء بالقصيدة العربية. بعدها بدأت الأمسية الشعرية التي قدمها الشاعر عبيد عباس، وشاد فيها الشاعر ضياء الكيلاني والشاعر محمد فتحي.
اهتمام بيت الشعر بالملتقى بالنقد بالنقد على أعمال تم طباعتها هذا أمر عظيم، يعطي فرصة للمتلقي لكي يقرأ الديوان بعين الناقد الذي بذل جهدا مشكورا طبعا في قراءته وفي إعادة قراءة بعض الأبيات بشكل مختلف. هذا بالطبع شيء جميل ويساعد الشعراء على تنمية مواهبهم والوقوف على الجوانب الناقصة التي يكملها النقد لدى الشاعر بما يحيل إلى تطور التجربة النقدية والشعرية معا في آن، وهذا ما فعله ملتقى النقد الأول لنقد شعراء بيت الشعر بالأقصر. وفي ختام الملتقى كرم بيت الشعر بالأقصر الشعراء والنقاد المشاركين قبل أن تقدم فرقة الأقصر للموسيقى العربية عرضا فنيا حظي بتفاعل الجمهور. لبرنامج بيوت الشعر، محمد عبد العظيم، الأقصر. في السودان رسم منتدى الثلاثاء الذي ينظمه بيت الشعر بالخرطوم رسم لوحة جديدة إزلانت بالكلمات والقوافي ليهدي الحضور نماذج من إبداعات الشعراء المشاركين. إزهار جديد لمنتدى الثلاثاء الذي ينظمه بيت الشعر في الخرطوم ويثمر في كل أسبوع ألوانا من المحبة والشعر. عقد المنتدى ديوانه اليوم مازيا بين مشاربه موزعا إياها بين النقد والشعر. حضر المنتدى اليوم مجموعة من الأكاديميين الخبراء في مجال النقد، ألقوا إضاءات على قصائد الشعراء الشباب الذين قرأوا على منصة منتدى الثلاثاء. دخل شعراء المنتدى من أبواب مختلفة للحس، حيث ارتقى الشاعر موسى عثمان مدارج المحبة والصدق. ما لي أعيد الأمس بعد فواته، ما لي أقطع بالأسى أوصالي، هيجت في الآه رغم تجلدي وجعلتني أبكي على الأطلال. أنا إن عشقت عشقت حقا لا كمن يهوى بأقوال بلا أفعال. كما أهدى الشاعر مازن صلاح الدين الحضور باقات من الألفة والجمال. هاج الكمان على كفي لأعزفه حتى ابتسمت فجزت كفي الوترا. لي كامل الحق أن أرجوك منهزما، لي مطلق العشق أن أهواك منتصرا. عودي إلى الشط كيما تستوي سفني واستخلف الرملة في الشطين والأثرى. في هذا العصر عندما أصبح من النادر جدا أن تجد نصا جميلا وموسيقى رنانة، ومن الأندر أن تجد موسيقى جميلة ونصا رنانا، ولكن في بيت الشعر منتدى الثلاثاء نجد التمازج بين الموسيقى والنص. ودخل الشاعر منتصر مهدي من أبواب مختلفة للحس. تناسى القوافي واقتفي الأثر واحفظ عن الليل وارويه لمن حضر. سلم فؤادك للآتي من الماضي، ما زان ماضيه إلا خلوة الصحراء. قاتل هواك وحاربه ولا تخشى، وطر في المدى كالسادة الفقراء. الليل يا صاحبي حل ومرتحل، يسري بصاحبه في شارع الإسراء. أتمنى أن تستمر مثل هذه المنتديات لأنها تطور جدا من علم الشعر باعتبار أنه علما وليس أداة للترفيه فحسب. واختتم القراءات الشاعر اليمني معتز عبد النور العبسي بمجموعة من القصائد التي حظيت باستحسان الحضور. واختتم المنتدى بآراء نقدية وتقويمية من المختصين، من بينهم الدكتور سعد العاقب والدكتور كامل وفيق وافي من فلسطين. فتح منتدى الثلاثاء الذي ينظمه بيت الشعر في الخرطوم نوافذه من جديد على مدائن الحرف ليستقبل مجموعة من الشعراء الذين حلقوا في فضاءات قاعة الشارقة وأهدوا الحضور باقات من الود والمحبة والشعر. لبرنامج بيوت الشعر، تيسير محمد حسين، الخرطوم.
وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينتهي لقاؤنا هذا الأسبوع في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيوت الشعر، ونذكر في ختامها إلى أنه بإمكانكم متابعتها في منصة مرايا. نستودعكم الله وإلى اللقاء.